من جهته أبدى محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس صندوق تطوير الرياضة أبدى استعداده وسعادته بالمساهمة في صندوق دعم الرياضة المصرية من أجل تطوير الرياضة خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس بنك مصر أن البنك بدأ بإيداع 5 ملايين في الصندوق. الصندوق ده هنتمنى أن المجتمع المدني يساهم فيه، لأن احنا هنبدأ ب5 مليون جنيه موضحهم بنك مصر كبداية، ان احنا بنفكر في 250 ثم مليار ثم 2 مليار، وان شاء الله هنحقق وهنشوف ابطال في الاولمبياد القادمة والبعد قادمة. وبشكر معالي الوزير خالد عبد العزيز للدور الفعال اللي قام به لانشاء هذا الصندوق. احنا شايفين النهاردة محمد صلاح في الخارج وفي جميع محافل العالمية اسمه بيتردد، واسمه بيتردد الايجيبشن كينج، الملك المصري. فطبعا احنا عاوزين مش محمد صلاح واحد، عاوزين 100 محمد صلاح. واشكرك.